هذا يقول: هل يشرع غسل يوم الجمعة قبل أذان الفجر الأول؟ وهل الذي لا يغتسل إلا بعد صلاة الجمعة يكون فعله صحيح؟ الاغتسال يوم الجمعة يكون في يوم الجمعة، ما يكون في الليل، ما يكون في ليلة الجمعة، إنما يكون في يوم الجمعة، ويفعله عند الذهاب إلى الصلاة، هذا هو الأفضل، من أجل أن يزيل ما عليه من الروائح والعرق ويتنظف للاجتماع مع الناس، مع المسلمين لصلاة الجمعة، هذا هو الأفضل. وإن تأخر واغتسل بعد الجمعة حصل له الأجر إن شاء الله، ولكن كونه عند الذهاب للصلاة أفضل. نعم.